تصوير كليب جديد، وسمعت كمان اشاعات انه انت عندك كل تفاصيل عن هالتصوير، مزبوط؟ بدي اعرف. صحيح يا ريا، نانسي عجرم بتسجل فيديو كليب جديد بعد ما حققت نجاح كبير جدا مع المخرجه نادين لبكي. قررت انها تختار المخرجه ميرنا خياط في اول تجربه ما بينهم. هنشوف تفاصيل اكتر من الفنانه نانسي عجرم وفيديو كليب جديد. نانسي، كليب جديد مشتاقة لك، يا ريت تخبرينا شوي عن دورك فيه. مشتاقة لك، قالك هي غنية خليجية من كلمات الشيخ صبح ناصر صبح وألحان دكتور يعقوب الخبازي. حبيت انه تتصور يعني من اخراج ميرنا خياط. مشتاقة اشوفك. شو ستوري بورد تبع الكليب؟ خلت خبرك ميرنا احسن. بقول لكل مشاهدين سكوب انه كليب مهضوم سلس، اشتغلنا من كل قلبنا، وقتا بيكون الشغل بالقلب لابد ما يوصل لإلكم. هذا الكليب الثالث اللي عم نشوف فيه صالح البطل اللي عم بمثل إلى جانبك، مرة الثالثة على التوالي، ليش؟ أول شيء لأنه أنا صالح نجحنا سوا، يعني كليب لون عيونك أخذ كتير سكسي. حبيت أنه عيد التجربة، يعني أول شيء صالح تالي جنيك كمان، فحبيت هيك أنه فاجئ الناس، يعني أنه عم صور أنا هو صالح، يعني خاصة أنه بلون عيونك صالح كتير أخذ سكسي، يعني عشوائي أكثر مني. نانسي حبت انه يكون نفس البطل، وانا ما كنت ضد هالفكره ابدا، لانه كان في انسجام ملحوظ على الشاشه والعالم حبوهم سوا. من نادين لبكي لسعيد المروق، واليوم تعاونك الاول مع ميرنا خياط، كيف تخبرينا عن كل تعاون تم مع هالمخرجين؟ حلو هيك انه على الفنان ينوع يعني شوي، يعني خاصة يعني مثل ما في السي دي هيك، يعني عندي مصري وعندي لبناني وعندي خليجي، كمان لازم الكليب تعرف يعني قد ما كان، يعني من مخرج لمخرج بيختلف الفنان كله، من اللوك ومن الفكرة ومن ستايل الكليب وحتى من شكله. كيف بتوصفي نانسي الممثلة؟ يعني بدي أقول لك شغلة، كتير شغل حلو وهين مع نانسي، لأنه حيلا إحساس بتحب أنه تطلعه من جواتها، تطلب أنه يطلع من جواتها، بيطلع بسرعة وبيطلع بصدق. شو أطرف شيء صار معك بالكليب؟ أطرف شيء هو المشهد اللي صالح بيجي بينقذني من ورائي. كنت خايفة أنه أوقع عن الشبك، لأنه كان عم بينقذني، اتفق هو ميرنا أنه كتير زكزكني وأنا كتير بتزكزك. من زمان مشتاق أنا أشوفك، يا زمان ارجع لي بوصوفك، مشتاق لك شوق الهوى لروحي، وحياة عيني نابت أنا روحي. بعد الفاصل كاني ويست.